السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بيكم في السنة الجديدة 2024-2025. أنت بتشاهد قناة Learn English with Mr. طلحات. في الحلقات دي إن شاء الله هنحاول نحل ونشرح فيها تدريبات كتاب جيم للصف الثاني الإعدادي 2024-2025. هنبتدي النهاردة إن شاء الله بتمارين الوحدة الأولى الدرس الأول والثاني. تعالوا يلا نشوف في صفحة 8. صفحة 8 مديني بعض الأسئلة كده على الكلمات اللي هو مدهاني. عندنا طبعا كلمة same معناها نفس، وعندنا كلمة at معناها في، for معناها لي أو من أجل، وكمان learn معناها يتعلم، ودو معناها يفعل. Number 1 بيقول لي next holiday I'm going to a water activities like swimming, diving and fishing. طبعا هنا بيقول لي ان الاجازة اللي جاية انا سوف ايه نشاطات مائية او انشطة مائية، شكل السباحة وشكل كمان الغطس وشكل الصيد. طبعا هنا حبايبي لازم اعرف ان كلمة activity بمعنى نشاط بتاخد الفعل do، يعني ما اقول يقدم نشاط بقول do an activity، فعشان كده هقول I'm going to do water activities. do water activities يعني يؤدي نشاطات مائية أو أنشطة مائية. خلي بالك بقى الأنشطة المائية دي شكل إيه؟ swimming, diving and fishing. وخلي بالنا إن الرياضات دي فيها ing شكل ما قلنا السنة اللي فاتت، بتاخد الفعل go، يعني لما أقول يذهب للسباحة بقول go swimming، يذهب للغطس بقول go diving، يذهب للصيد بقول go fishing. تعال نشوف number 2 بقول I like playing with my friends a break time. طبعا الأوقات حبايبي شكل ما احنا عارفين بتاخد حرف الجر at، فبالتالي هقول at break time. تعال نشوف number 3 بقول is the opposite of different. طبعا opposite of different يعني عكس كلمة different، أكيد different معناها مختلف، يبقى عكسها same، وsame حبايبي معناها نفس، تاني same معناها نفس. تعال نشوف number 4 بقولي it's not easy to a new language it needs hard work. قولي مش سهل ان احنا ايه لغة جديدة، ده محتاجة عمل جاد او شاق، فعشان كده لازم اقول to learn، و learn a new language يعني يتعلم لغة جديدة. تعالوا نشوف حبايبي كده اهم language notes اللي مديها لي في page 9. قولي ان help لما يجي وراها to بيجي وراها مصدر، هل بتو زائد المصدر او هل بمفعول بيج وراها مصدر بس، اي حاجه من الاثنين حبيبي تبقى صح. اما لو جه وراها اذ وذ فبجيب معاها اسم مش بجيب معاها فعل. طيب مثال بيقول لي اي هيلب ماي براذر، يبقى كده انا بساعد اخويا، يبقى اخويا ده المفعول. ممكن اقول حبيبي بقى تو دو، ممكن اقول دو بس هيز هوم ورك. طيب الجمله الثانيه بيقول اي هيلب ماي ماذر، يعني انا بساعد ماما. with لما قلت help with حبيبي جبت وراها الاسم ما جبتش وراها فعل، فبالتالي اقول I help my mother with work. اذا help ممكن يجي وراها to المصدر او مصدر بس او with والاسم. طبعا حبيبي في الجملة التانية بيقول لي ان by بتيجي قبل وسائل المواصلات كلها، بس بشرط ان ما يجيش قبل وسيلة المواصلات اي اداة سواء او an او that، يعني لما اقول I go to school by bus لاحظ ان مفيش هنا فرق بين by و bus، مفيش اي حاجة بين by و bus. و travel to France by plane برضو مفيش حاجة هنا بتفصل بين by و plane. طب لو فصل بقى او an او ذا او صفة ملكية او apostrophe في اسم ملكية، قال لي هنا حبايبي بمعنى الحاجات اللي انا ما اقدرش اتحرك فيها بتاخد حرف الجر in، حاجات اللي انا اقدر اقف واتحرك وامشي فيها بتاخد حرف الجر on. فبيقول لي my father goes to work، قال لي بقى his car، هنا بقى في فاصل بين car وحرف الجر اللي هو صفة الملكية his، فبالتالي قال لي in، وخلي بالك ان car بتاخد in ما بتاخدش on. number 2 بيقول لي they went to the club in a taxi، برضو نفس الكلام التاكسي ما اقدرش اقف ولا اتحرك ولا امشي فيه، فبالتالي بياخد in a taxi. لاحظ الفرق هنا هو a. طيب قال لي بقية المواصلات بقى اللي انا بقدر اقف واتحرك وامشي فيها، قال لي كلها بتاخد حرف الجر on، شكل on a bus, a train, a plane, the plane. طيب بيقول لي I go to school on the bus، طبعا هنا في ذا فبالتالي ما اقولش by the bus هقول on the bus. اللي بعدها بيقول لي Sally enjoyed her journey on the train، برضو نفس الكلام حبايبي train جاء قبلها ذا، فبالتالي جبت حرف الجر on ما جبتش by. حبايبي الحاجات المهمة جدا ان انا لازم اعرفها ان هم ما بيجيش قبلها to ابدا مع افعال الوصول و المغادرة، يعني لما اقول get لما اقول arrive لما اقول go كل ده ما يجيش بعده حاجة لما يجي وراه. وكمان
هناخد كلمة كمان there وكمان كلمة here. تلات كلمات دول حبايبي ما يجيش قبلهم حرف بدل، فبالتالي هقول they get home late، بيوصلوا البيت متأخر. ما ينفعش أقول get to، هي بيت أصلا بتاخد to حبايبي، هنا ما ينفعش أجيبها عشان home. he came، قال لي برضه he came home، ما أقدرش أقول he came to home. he arrived، برضه هقول he arrived home، شكل ما احنا عارفين إن arrived تاخد in أو at، هنا مش هتاخد حاجة عشان home. نفس الكلام بقى مع there وكمان كلمة here. تعال نشوف كده التمرينات اللي هو مديهالي على كده. بيقول لي I always help my mom a breakfast. طبعا حبيبي ادي help ادي المفعول، فاذا انا عايز يا to المصدر يا اما المصدر بس، فهنا جايب لي make، ما ينفعش اقول to making. لو to make هقول لك صح. نمبر 2 بيقول yesterday امبارح we went a the train to visit our grandparents. خلي بالك بقى هو هنا المفروض بيخيرني يا ترى by ولا in ولا on. هقول له في هنا ذا، اذا باي خلاص ما تنفعش، بقى ان وان حبيبي. ترى اخد ان ولا اون؟ هقول لك اون طبعا، لان القطر من المواصلات اللي انا اقدر اقف وامشي واتحرك فيها. طب تعال نشوف نمبر 3. بيقول ماي فادر، ماي فادر بابا اي هوم ليت فروم ورك توداي. طبعا حبيبي هنا كلمه هوم مش هيجي قبلها تو، فما ينفعش اقول وين تو هوم، ولا ينفع اقول كيم تو هوم ولا ارايفد ات هوم، فبالتالي هقول got home. يبقى اللي فرق هنا ان got مش جاي بعدها حرف جر. تعال نشوف نمبر 4. بيقول my uncle traveled to get a plane. طبعا حبايبي هنا plane ما جاش قبلها اي حاجه، فبالتالي لازم اقول حبايبي باي وتبقى باي plane. تعال حبايبي يلا نشوف تدريبات البيج 12. نمبر 1 بيقول we live in a on the third floor of our building. طبعا on the third floor في الطابق الثالث. خلي بالك حبايبي ان الطوابق بتاخد حرف الجر on of our building. طبعا هنا ايه اللي هيكون في الطابق الثالث؟ اكيد كلمة flat، وflat حبايبي بمعنى شقة. تعال نشوف نمبر 2. بيقولي I had cheese with tomatoes a breakfast this morning. لما بقول على الفطار فبقول حبايبي for breakfast، for breakfast يعني على الفطار. تعال نشوف نمبر 3. بيقولي my sister likes to write a where she shares stories and pictures of our family. بيقولي ان اختي بتحب تكتب ايه حبايبي اللي فيها بتشارك قصص وبتشارك كمان صور لاسرتنا. اكيد طبعا اكيد بتكتب بلوج، وبلوج حبايبي بمعنى مدونه، انما روتين بمعنى روتين، وبريك بمعنى راحه او فسحه، وديلي بمعنى يومي. هنشوف نمبر 3. بيقول لي ليتس اكسرسايز تو ستاي هيلثي اند سترونج. طبعا هنا مديني التكست بريفير ميك دو، ان اكسرسايزز حبايبي بتاخد الفعل دو، يأدي تمرينات اسمها do exercises. تعال نشوف نمبر 5. بيقول لي we stopped by the A to pick up some fresh bread. طبعا احنا توقفنا هنا by حبايبي مع الاماكن معناها بجوار، فهنقف بجوار ايه عشان نشتري عيش؟ اكيد طبعا البيكرز، وبيكرز حبايبي اللي هو الخباز، وقلت لما يحط للبيكر ابوستروفي اسم ملكية معناها ان ده محل الخباز مش الخباز كشخص. تعال نشوف نمبر 6. بيقول لي can you help me in my homework. ممكن تساعدني اعمل الواجب. خلي بالك حبايبي هنا قبل my homework هقول لك ده اسم ولا فعل، هتقول لي اسم، وطالما اسم يبقى هجيب with. تعال نشوف يلا نمبر 7. بيقول لي painting is my A and I love using bright colors to paint beautiful pictures. طبعا painting حبايبي اللي هو التلوين او الدهان هو A، and I love using bright colors، بحب كمان استخدم الالوان الزاهية to paint beautiful pictures عشان ارسم صور جميلة. اكيد طبعا painting is my hobby، وهوبي حبايبي بمعنى هواية. طب تعال نشوف نمبر 8. بيقولي can we eat the park now it's starting to get dark. ده بدأت تضلم حبايبي، يبقى can we eat the park هنعمل ايه بقى؟ يا ترى هنروح الحديقة ولا هنغادر الحديقة؟ اكيد هنغادر، فهنغادر معناها leave. so can we leave the park now it's starting to get dark. تعالوا حبايبي يلا نشوف نمبر 9. بيقولي we talked about many a when we met last time. يعني احنا اتكلمنا عن حاجات كتيرة. ايه الحاجات الكتيرة اللي اتكلمنا عنها دي لما اتقابلنا اخر مرة؟ طبعا we talked about many a، اكيد طبعا اتكلمنا عن موضوعات كتيرة، مش عن شوية كتيرة ولا interviews كتيرة ولا كمان امارات كتيرة، لا هقول topics. topics يعني مواضيع. تعال نشوف نمبر 10. بيقولي is a fun game to play with pieces on a board. بيقولي ان احنا بنلعب على اللوحة بقطع كده حبايبي، في لعبة جميلة. طبعا اللعبة من دول اللي بتتلعب على لوحة يمين اكيد تشيس، وتشيس حبايبي اللي هو الشطرنج.
مش هيكون تنس ولا باسكت بول ولا رانينج. تعال نشوف نمبر 11 بيقول eating vegetables is A for your body and helps you grow strong. واللي اكل الخضروات حبايبي ايه لجسمك وكمان بيساعدك انك تبقى قوي. اكيد حبايبي is good. وخلي بالك حبايبي good لما يجي معها for ما يبقاش معناها جيد فيه، يبقى معناها مفيد لي، معناها مفيد لي. تعال نشوف نمبر 12 I always study hard in my exams because I feel proud when I get high marks. ولأن دائما بذاكر بجد للامتحانات. ليه؟ لأن بشعر بالفخر لما اجيب درجات عالية. يبقى study hard ليه أو من أجل اسمها إيه حبايبي؟ for. برافو عليكم. Number 13 بقولي every day I eat a routine of eating breakfast, getting dressed and going to school. يا ترى الروتين بياخد أني فعل من دول؟ give a routine, make a routine, have a routine, do a routine. طبعا حبايبي لما بنحفظ الكلوكيشنز اللي هو مديها لي في الكتاب بيساعدني كتير جدا على اني احل الجمل دي. طبعا احنا خدنا ان يكون عندي روتين اسمها I have a routine. تاني I have a routine. تعال نشوف نمبر 14 بقول ice cream is my a dessert especially chocolate and vanilla I like it. طبعا ice cream is my a dessert وخاصة الشوكولاتة والفانيليا. اكيد طبعا my favorite dessert. my favorite يعني الحلو بتاعي المفضل. هنشوف نمبر 15 بقول I see many houses in my way to school. طبعا برضو لما احفظ الكلوكيشنز هلاقي ان بيقول لي في الطريق اسمها on my way. on my way يعني في الطريق الى المدرسة. تعالوا نشوف حبايبي يلا page 13 بيقول لي choose the correct answer from A, B or C. بقول uncle عمر lives in A of flats in the city center. خدنا حبايبي بيقول لي عم عمر بيعيش في ايه سكنية. اكيد طبعا في عمارة. قلنا العمارة السكنية اسمها block of flats. تاني block of flats. number 2 بقول I go to school ايه I always go in the morning. طبعا بيقول لي انا بروح المدرسة ايه انا دايما بروح في الصباح. اكيد طبعا daily. والديلي حبايبي معناها يوميا. هنشوف number 3 بقول لي how do you like to a your time in the holiday. قولي ازاي بتحب ايه وقتك في الاجازة. stay يعني يبقى ويمكس ولا spend يقضي ولا play ولا do. اكيد طبعا spend your time يعني تقضي وقتك. number 4 قولي سمير has an important a today for the new job. اكيد طبعا عنده ايه للوظيفة الجديدة. طبعا شكل ما قلنا عنده مقابلة والمقابلة حبايبي اسمها interview. طب تعال نشوف number 5 قولي what do you do in your a يعني ماذا تفعل في ايه. وترى فار تايم ولا بيزي تايم ولا لاست تايم ولا فري تايم. طبعا قلنا وقت الفراغ حبايبي اسمه فري تايم. تعال نشوف نمبر 6 بيقول لي دو يو اي هوت اور كولد درينكس. يعني هل انت بتفضل المشروبات الساخنه ولا المشروبات البارده. اكيد حبايبي يفضل معناها بريفير. بريفير معناها يفضل. تعال نشوف يلا نمبر 7 بيقول لي يور اي از يور يوجوال واي اوف دوينج سمثينج. وقول لي ان ايه هي طريقتك المعتادة لعمل الاشياء. طبعا خدناها التعريف ده بتاع كلمة روتين. والروتين حبيبي اللي هو الروتين اليومي. طبعا فود يعني طعام. ريلاتيفز يعني اقارب. هوبز يعني هواية. تعال نشوف حبيبي نمبر 8 بيقول لي this A is comfortable. it takes four people. خلي بالك انها بتاخد اربعة. التشير بياخد واحد بس. كيرتين يعني ستارة. تروور يعني درج. صوفة يعني كنبة او اريكة. فبالتالي هي صوفة. تعال نشوف اللي بعدها بقول I in my room with my sister there are two beds. انا ايه غرفة مع اختي ده فيها سرير اتنين. شكل ما قلنا ان انا بشارك غرفة مع اختي فبالتالي هقول I share. تعال نشوف نمبر 10 بقول mom is really tired today I will help her eat dinner. طبعا قلنا حبايبي help مفعول يبقى هيجي مصدر او to المصدر او with والاسم. فبالتالي هقول make dinner. تاني make dinner. make dinner يعني تصنع العشاء. نمبر 11 بقولي can you aim my mother for me my phone is not working. بقولي التليفون بتاعي مش شغال فاكيد طبعا هقول ممكن تكلم لي ماما. طب هتكلم لي ماما ازاي كتابة. قلنا يعني ايه يتصل بالكتابة او يكتب رسالة نصية اسمها text. طب تعال نشوف نمبر 12 بقولي may has a great a in music. طبعا حبيبي خلي بالك a great دي صفة بمعنى عظيم. فانا عايز اقول ان عندها اهتمام عظيم. اللي بيجي ورا الصفه حبايبي اللي قبلها وان دايما بيكون اسم. فين الاسم هنا؟ هقول انترست. انترست هنا بمعنى اهتمام. اوعى تقول انترستنج لان دي صفه. انترست برضه صفه. وانترست
دي جمع، لكن هنا بيقول لي a grade فانا عايز اسم مفرد. تعال نشوف يلا نمبر 13 بيقول لي my favorite a is English. بيقول لي الايه المفضله عندي هي الانجليزي. طبعا الانجليزي دي لغه او ماده، فبالتالي هقول subject. subject يعني ماده. نمبر 14 بيقول لي my father starts work very early in the morning so he doesn't have a with us. بيقول لي ان بيبدا العمل بدري جدا في الصباح عشان كده ما بيتناولش ايه معانا. مين هنا اللي بنتناوله في الصباح؟ اكيد breakfast. breakfast يعني الفطار، lunch الغداء، dinner العشاء، وsupper بمعنى العشاء. خلي بالكوا حبايبي الدينر معنى وجبه رئيسيه، يعني ممكن تكون الغداء وممكن تكون العشاء، لكن supper بمعنى العشاء. thank you very much for watching حبايبي. يلا لو عجبتك الحلقه وعايز تكمل معانا في شرح وحل تدريبات كتاب جيم لسنه 2025، ما تنساش تدي اللايك الجميل بتاعك، وكمان تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. استنونا ان شاء الله في الجزء الثاني من الدرس الاول واللي هنشرح فيه الجرامر، وكمان هنطبق بالتمارين اللي موجودة في كتاب جوجل. السلام عليكم.